السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم مع سوجي تاع العلوم اللي درنا البارح في المتوسطة تاعنا. إذا ها هو الموضوع، التمرين الأول، التمرين الثاني، والتمرين الثالث. جيت لكم اليوم ندير لكم حل تاع هذا الموضوع. هاويك هاويك، نبداو بالوضعية الأولى. عندنا تتعرض طبقات القشرة الأرضية بفعل قوى باطنية إلى تشوهات مختلفة تعبر على أنها غلاف غير مستقل وممثلة في الشكلين ألف وباء. سمي نوع التشوه في كل من الشكل ألف وباء. إذا ما هو نوع التشوه هنا؟ الشكل ألف هي طيات طيات، الشكل با هي فوالق، خطر جمع فوالق. عندنا الآن شكل ألف طيات، شكل با فوالق. نذهب إلى التعليم اثنين، رقم اثنين. قال لك ما طبيعة الطبقات الصخرية لشكلين ألف وبا؟ طبقات الصخرية شكل ألف أنا كتبت لها صخور مرنة. نفس الشيء تقدر تقولها طبقات صخرية مرنة، تقدر تقولها صخور مرنة، نفس الشيء. الشكل با صخور صلبة. هاوليك. إذا ثاني تعليمة ثانية إجابة، طبيعة الطبقات الصخرية الشكل الأول صخور مرنة، الشكل با صخور صلب. الآن سنذهب إلى التعليمة رقم ثلاثة. ما هو سبب حدوث هذين التشوهين؟ بسبب قوى الانضغاط المسلطة على الصخور. قوى انضغاط، هذيك القوى الانضغاط شتوها، ذي قوى انضغاط، بسبب قوى انضغاط المسلطة على الصخور. إذا الرابع، يؤدي وجود التشوه في الشكل با إلى حدوث أمواج زلزالية. شكل با أنا قلت لها يؤدي وجود تشوه في شكل با أي هو الفوالق إلى حدوث أمواج زلزالية، أي حدوث زلزال، يعني تفسير تفضيل حدوث زلزال. نفس الشيء نروحوا إلى الوضعية الثانية نقاها لكم. هرفت المدينتين ألف وباء زلزالا عنيفا، فتم الحصول على تسجيل الزلزال إضافة إلى الوثيقة التالية. ما هي المعلومات التي يبينها التسجيل الزلزالي؟ أولا نعرفوا حنا يا بلي، نقولها لكم غير شفيف بس هذه سهلة. معرفة المقدار اسمه ذا غنت، معرفة الشدة، معرفة بؤرة والمركز السطحي. أنا درت لها أربعة، ونتمنى بلي راكم تفهموا معايا وتتبعوا معايا. نروحوا دوك نكتبها. إذا معرفة المقدار، دونك المعلومات التي يبينها تسجيل الزلزال، سوف ديال فائدة مسجل الزلزال واش يعطينا. دونك معرفة المقدار، المركز السطحي، زمن ومكان حدوث الزلزال، البؤرة ومدة الزلزال والشدة. دونك نزيدها الشدة. الآن ثانيا، ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ ماذا تمثل هذه الوثيقة؟ كيفية تشكل الزلزال. دونك ثانيا، تمثل هذه الوثيقة كيفية تشكل الزلزال، كيف تم الحصول عليها من مسجل الزلزال سيسموغراف. الآن سنذهب إلى وضع البيانات، هذه سهلة جدا. واحد هنا تعرف بلي هي البؤرة، دونك شوف واحدة هنا هي بؤرة، نكتبها لك هنا بؤرة. حولي طحلي البورتابل. ثانيا عندنا الأمواج الزلزالية، أمواج زلزالية أنا درت هكذا. الثالث المركز السطحي، حذاري هنايا ماشي المركز السطحي دي فوا يكون هنا، دي فوا يكون في الاعلى مركز سطحي. هنا الرابع منحنيات متساويه الشده، انا هكذا اللي درت لها متساويه الشده. هايلك
ما هي المدينة التي تسجل فيها أكبر الخسائر؟ كيف تفسر ذلك؟ هذا هو أسهل سؤال هنايا. المدينة التي تسجل فيها أكبر الخسائر، شكون اللي بعيدة شكون اللي قريبة؟ با هاديك هي اللي قريبة. المدينة التي تسجل فيها أكبر الخسائر هي المدينة با. لماذا؟ لأن كلما اقتربنا من المركز السطحي أو البؤرة كلما ازدادت الخسائر، وكلما ابتعدنا تقل الخسائر. الرفاهية الإدماجية، أثناء مشاهدتك مع عائلتك شريطا على قناة جيوغرافي ناسيونال جيوغرافي تضمن موضوعا حول زحزحة القارات، فأخبرتهم أنك تطرقت لهذا الموضوع في إحدى حصص علوم الطبيعة والحياة، وأن صاحب النظرية هو العالم ألفريد ويجنر، التي تنص أن القارات كانت على شكل كتلة واحدة، قارة واحدة تسمى ببونجيا، ثم انفصلت عبر الزمن الجيولوجي. وقد أثبتت دراسة قاع المحيطات وجود بنية جيولوجية لا علاقة بهذه الزحزحة. هنديك لفوتو إفريقيا مع أمريكا قبل 200 مليون سنة كانوا متصلين توانتبط. إذن الآن سنذهب إلى الأسئلة. بالاستعانة بالأسناد ومعلوماتك القبلية ساعد عائلتك على الإجابة عن تساؤلاتهم حسب التعليمات التالية. 1- سمي البنية الجيولوجية الموجودة في قاع المحيطات. هي الظاهرة المحيطية. الأدلة هي تطابق حواف القارات، تطابق الكائنات الحيوانية والنباتية، تطابق التضاريس والمستحثات. فسر كيف تساهم هذه البنية الجيولوجية في زحزحة القارات. إذا تساهم الظاهرة المحيطية في زحزحة القارات عن طريق الحمى البازلتية التي تصعد إلى مستوى الريفت بفعل برودة فتدفع الصخور البازلتية القديمة فتحدث قوة، فهكذا تزحزح القارات وتتسع قاع المحيط. إذا نتمنى فهمتوا هذا الموضوع وإن شاء الله هتجيبوا كاع مليح. إذا نقولكم إلى اللقاء، بيزو، باي باي.